والتي يعني تنفذ المشروع الامريكي الصهيوني على الارض السوريه لا زالت تواصل يعني مشروعها الجبان، ولا زالت تواصل اعمالها الارهابيه الجبانه ضد المدنيين العزل. وانا بؤكد ان كلما نجح الجيش العربي السوري في حسم المعركه الى حد كبير ويعني القضاء على قطاعات واسعه وكبيره من هؤلاء الارهابيين وهذه الجماعات المسلحه، يعني ينفذون اعمالا يعني او يعودون للمربع صفر. هذه التفجيرات كنا نسمع عنها قبل يعني عام من الان حين بدات العمليات المسلحه وحين كانوا يقومون بتفجيرات عشوائيه هنا وهناك، وبدانا نسمع على ما يدعى بالجيش الحر، هذا الجيش المزعوم الذي كان يعني يقود العمليات الارهابيه مع الجماعات المسلحه، وكانوا يتحدثون عن انهم يسيطرون على قطاعات واسعه من المجتمع السوري واستطاعوا ان يسيطروا على الجزء الاكبر من الاراضي السوريه. لكن هذا الدعم دعما يعني غير عقلاني، قدر كبير من الاستقرار داخل الاراضي السوريه خلال الفتره الماضيه، واستطاع ان يفرض الجيش سيطرته على قطاعات كبيره وعلى يعني سد منابع الارهاب التي تاتي منها على الحدود اللبنانيه والاردنيه والتركيه، واستطاع الجيش ان يحقق انتصارا حقيقيا. هذا الانتصار الحقيقي يحاولون ان يشوهونه الان بهذه التفجيرات كي يثيروا الرعب والذعر